سايت راديو. يومكم سعيد مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة أخرى مباشرة من برنامجكم مجتمعنا مباشرة على أمواج إذاعة كاب راديو من طنجة. نتمنى تكونوا كثر في المشاركة وفي الاستماع على حلقة اليوم لأنها كتهمنا الجميع وبدون استثناء، الأمر كيتعلق بمدننا العتيقة. فأنتقاسم معكم ما جادت به قارحة ضيفنا الكريم سيد رشيد أمحجور اللي هو أستاذ باحث ومخرج مسرحي، كتب على صفحة الفيسبوك ديالو والتقط ما كتب وقلت نتقاسمه معكم لأنه فعلا من المواضيع المهمة والأساسية اللي كتهمنا كمغاربة وعندها علاقتنا أو علاقة بواقعنا بذوقنا بحياتنا وحتى بحضارتنا. لا شك أن من أقبح مناظر المدن العتيقة المغربية هي في سطوحها نهارا مع أشكالها وبارابولاتها وألوانها التي تشكل تلوثا بصريا، لهذا وجب العثور على فكرة فنية وليلا يجب إضاءتها إضاءة فنية لأنها تغدو أيضا وسخا بصريا. سي أمحجور مرحبا. شكرا، صباح الخير. مرحبا سي أمحجور. لماذا هذا الكلام؟ واش كاينه واقعه بعينها استفزتك وخلتك تكتب، ولا هو معطى اللي عندك يعني وعندك يقين تام انه كاين وخرجت في لحظه ما؟ لا، اعتقد ان المتتبعين للتغريدات ديالي ولا الاهتمامات ديالي كيعرفوا بان كاين اهتمام بعلم الجمال وبالجماليات في شتى الميادين. كنشتغل في المسرح بطبيعة الحال، هو موضوع فضاءات وموضوع عادات تقاليد إلى آخره. بطبيعة الحال كمواطن وكإنسان جلد في المغرب وخارج المغرب غيكون عندي ملاحظات وجهات نظر وتلقي المواضيع من هذا القبيل هذا. وفي التغريدات ديالي في الفيسبوك ما هذا طفت في عدة مواضيع، ولعل آخرها هو الموضوع الحدائق وموضوع المدن، هذا المدن العتيقة. دابا هو الموضوع بحد ذاته هذا موضوع علم الجمال، لأن علم الجمال كيتدخل بأحكامه في الجمال الطبيعي، في الجمال البشري، في الجمال الفني، في الجمال الكامن، في كل ما يحيط بنا بما في ذلك الجمال الرقمي. الآن حتى الآن كندخلوا حتى في الرقميات بجماليات، ماشي غير كنقترحوا هذا كيتقترح الإبداع الرقمي، كنذكروا على فنون رقمية دابا بما هدف جماليته. كل هذا كيف الور عندنا ثقافة أحكام وأذواق كنشوفوها في اللباس البشر، كنشوفوها في الحقول، كنشوفوها في الحدائق وفي العمران. يجب أن نرفع من ذوقنا وننظم حياتنا من خلال هذا الجمال هذا. إذن بطبيعة الحال المدن العتيقة هي موضوع جد جد مهم، هي ثقافة بكاملها، هي تراث بكامله عمراني. ملي كنهضروا على الجمال العربي وعلى العمران العربي كنمشيو نيشان للمدن العتيقة في شكلها في أسوار المحيطة على شكل دائري، كنشوفوا شنو فيها من معالم تاريخية، سواء كانت مساجد، سواء كانت قصور، سواء كانت منازل، أحياء تجارية صناعية إلى آخره. هذا جمال بكامله، بكامله، ما خصناش نفقدوه، ما خصناش نفقدوه، وخصنا نجتهدوا. نكمل لك عافاك، لحقاش معنا متصلة سي رشيد ونرجعوا لك إذا سمحتي. مرحبا مستمع الكريم. صباح النور أستاذ سفيان السعيدي، صباح الخير طاقم الإذاعي ديال كاب راديو، صباح الخير الضيف الكريم ديالك. تفضل سي نور الدين. الله يبارك فيك. أنا من خلال النقاش ديالكم مع الضيف الكريم تكلم على الفضاء والفضاءات أنا السؤال ديالي هو جمال المواطنة وجمال روح المواطن وجمال العمل الجاد داخل هذا الإطار ديال الفضاء والأدوات والآليات اللي يمكن نشتغلوا عليها باش نخلقوا من الفضاء فضاء فعال وهادف ومنتج، ماشي كلمة فضفاضة. وشكرا أستاذ سعيد. شكرا سي نور الدين. غنمشيو مباشرة باش نذكروا المستمع الكرام برقمنا المباشر 0539 33 33 33. سراجيد أمحجور، قلتي بأنه الجمال ما خصناش نفقدوه، نكملوا في هذا الاتجاه ومن بعد نجيو لاتصال المستمع الكريم. تفضل.
دوك رد سريع للاخ كنشكروه. طبيعة الحال ملي كنفكروا في المواضيع بحال هكا هي عندنا انعكاسات، وهذا هو مجال السوسيولوجيا الفضاءات اللي حاليا تشنت شعاب في المجالات الفنيه، في المجالات العمرانيه، في عده مجالات كيكون عندها هذا الانعكاس. ملي كتكون فوضى في الفضاءات كيكون عندها انعكاس فوضوي. وحنا موضوعنا حاليا المدينه العتيقه، يمكن نحدوا موضوع اخر ونهضروا على المواطن وعلاقته بهذه الفضاءات ونلبيوا الرغبه الضيف الكريم ونجاوبوه هذا بالملموس على هذا التساؤل ديالو. اذا كما قلت تغريده اللي هضرت على سطوح المدينه العتيقه، بالفعل المدينه العتيقه اذا خدينا مثلا مدينه طنجه اللي هي استفزتني بطبيعه الحال، دابا حاليا كاين واحد التفكير وكاين وضع مشروع باكمله في المدينه العتيقه اللي غادي يربط الميناء، ميناء المدينه كميناء سياحي بالمدينه الجديده مرورا عبر المدينه العتيقه. وخصنا نفكروا في الجماليه وفي التنشيط بهذه المدينه العتيقه، لان السائح اللي غادي يدوز من تما خصو يكون عنده استهلاكات، خصو يكون عنده مناظر يشوفها، زيارات الى اخره. طبيعه الحال الوقف في الميناء المدينه ملي غادي يشوف السطوح نهارا او ليلا غادي بطبيعه الحال غادي تصدم، لان نهارا هي مجموعه الاسوار ما عندها حتى اشكال، ما عندها حتى الوان، بارابولات مزدحمه مصديه الى اخره، بالاضافه الى نشير اللي كيبان غسيل يعني الملابس اللي كيزيد هذه الفوضويه. وحنا كيمكننا نقترحوا عبر مباراة المهندسين والفنانة عبر استشارتهم أننا نعملوا واحد العمل اللي ممكن يوحد بعض الفئات بالسطوح، الأسوار السطوح، يعطي بعض هذه الفئات أسوار السطوح ألوان، الألوان كنقولوا بالدارجة كتكاموفلي، ولكن اشتغلنا على هذه الأسوار ما نكونوش كنكاموفليو كاموفلاج سلبي بل إيجابي. كذلك يمكن نعطيو إنارة الليل للأسوار التاريخية، المعالم التاريخية، وكيمكننا نزيدوا إضافات فنية. أنا كنت كان اقترحت، أنا شخصيا اقترحت واحد الوقيتة نعملوا واحد منارة طنجة، سميتها منارة طنجة في برج النعام اللي هو أعلى نقطة في مدينة طنجة. وسيد الوالي في هذا في أليبوك اللي كان سي حفاظ مع مهندسين داكشي كانت عجبتهم الفكرة وكانت اقترحت في PDRT اللي هو البروجي ديفلوبمون ريجيونال توريستيك. كان غادي تعمل تخلى بهذا هو المشروع. دونك خاص تفكير هذه المسائل بحال هذه يمكن تزاد في بعض المعالم وتعطي واحد الصوره جميله وجميله جدا على المدينه العتيقه مع الاناره الجميله كذلك اللي خصها حتى هي تدرس، ماشي كنعملوا الاناره غير هكاك. دابا حاليا ملي كنشوفوا سطوح المدينه العتيقه ليلا هي فوضى وظلام وضوء خافي مشعول هنا وبعض الامور اللي ما كثيرش بتاتا. ما ننسوش بان واحد النقطه المدينه العتيقه نقطه مهمه ومهمه جدا واللي هي كثير السياح بكثافه هذا سواء بالليل او بالنهار. كنعرفوا ان المدن العتيقه وحنا كنهبطوا لها وكتعجبنا وكنتساراو فيها فمن خلال الازقه ديالها من خلال البنايات ديالها هي موضوع مهم ومهم جدا وجمال بطبيعه الحال. ولكن بالفعل هذه الفلته هذه اللي تراكمت عبر الزمان فوق السطوح هي تشوه وعشوائية تراكمت عبر الزمان، ماشي خلقت النهار اللي تبنت هذه المدن العتيقة، بالعكس كيبان بأن في السطوح هناك بناء عشوائي أضيفة لمنازل المدينة. وبطبيعة الحال كذلك كنشوفوا حتى بعض الخروقات كاين أجانب اللي كيشريو وما كيعرفوش داكشي وما كيهتموش وما كيحترموش وما باغيينش يحترموا الثقافه ديالنا المدن العتيقه، وكيزيدوا طوابق فوق البناء اللي كاين، وهذا كيشوه بالسمعه الثقافه ديالنا وبالسمعه المدن العتيقه ديالنا. نعم يجب الوقوف عند هذا الموضوع وقفه بالفعل مسؤوله.
نعم عندك المستمع الكرام أن الموضوع باش تكون اتصالات يعني ماشية في الموضوع اللي اختاريناه اليوم هو كل ما هو جمالي في المدن العتيقة يعني وموضوع نقاش ماشي في هذه الحلقة ولكن خصو يكون نقاش مجتمعي سي محجور. أكيد أن الوضع اللي كتعيشو المدن العتيقة مع العلم باش ما نساوش هذه الإشارة أنه كاينة تهيئة المدن العتيقة ولكن غادي تكون في مآثر تاريخية غادي تكون في أماكن معينة. حنا كنتكلموا على المدن العتيقة بشكل اللي هو عام والشكل اللي قلتي طبيعة الحال الموضوع اليوم هو اقتراحكم. نعم. أما حنا كنشتغلوا حتى على أطاريح وطروحات. نعم. الموضوع ديال السوسيولوجيا الفضاءات والفضاءات الفنية وإلى آخره. نعم باش نشير يعني شي اللي قلتي على طنجة راه ممكن إسقاطه على الكثير من المدن المغربية جميع المدن العتيقة المغربية. نعم بمعنى أن المتصلين ممكن يتواصلوا معنا على هذه النقطة بالضبط أنه عندنا مدن عتيقة جميلة جدا ولكن شوهت إلى حد كبير. وهنا بغيت نسأل سؤال مباشر من المسؤول على تشويه هذه المدن العتيقة بحمولتها التاريخية وبحمولتها الحضارية صبحت أما واحد المرتع ديال الناس اللي عندهم ظروف معينه اصبحنا ما بقيناش كنمشيو ليها حنا يعني في واحد الجو اللي هو مرتاح. كاين مجموعه من حتى احكام صبحات مسبقه على المدن العتيقه. شكون المسؤول على هذا الوضع سي محجور في نظرك؟ انا كنعتقد باننا خصنا ناخذوا الموضوع بجديه ونرك هذا ونفتحوا على النقاشات اللي ممكن ان تساهم في حل هذه المشاكل هذه ونزيدوا لقدام. الا بقينا كنقلبوا على المشاكل فالمشاكل مسؤوليات هذا متقاسمه بين عده اطراف. احيانا هي في الجامعات في الوكالات الحضاريه في الولايات والعملات في وزاره الثقافه كل مره هي في بعض الجهات عند شي طرف ما ها كيكون عنده اما عليه ضغوطات واما مساهمه من اجل تشييد ولا اعطاء رخص معينه يعني لرواج سياحي ولا الى اخره في المدينه العتيقه. كاين مشاكل كثيره وكاين مسؤوليات كثيره. انا كنعتقد بان حاليا كنشيروا لواحد الموضوع اللي خصو الاهتمام تفتح فيه نقاش هذا يترافعوا فيه الناس المعنيين. كاين جمعيات معنيه بالتراث المدن كاين جمعيات معنيه بالمدن العتيقه خصها تخلق هاد التراكمات اللي ممكن تحققها هاد الملاحظات وهاد الاسئله وترفعها للجهات المعنيه. اما الا بقينا كنشوفوا شكون المسؤول فدائما غنبقاو نقلبوا في جميع المواضيع في المغرب على شكون المسؤول. نعم سؤالي كان من أجل أننا نوصلوا للحل مباشرة لأنه كيف ما قلتي وضع فيه عناصر اللي كتداخل وفيه مسؤوليات كبيرة متعددة ومتداخلة. وهنا بغيت نتكلم على السكينة ودورها في هذا الأمر. يعني ممكن حتى ولو يكون مجهود بشكل رسمي لتهيئة مدن عتيقة تكون واحد يعني الأفكار اللي هي بناءة يتم التقاطها من طرف يعني ناس اللي هما خبراء في المجال ولكن السكينة إلى أي حد ممكن تكلموا مع هذه اللغة تكون ناجحة لأن كاين ظروف راه كتعرف اجتماعية اقتصادية حتى طبيعة اللغة اللي ممكن تحاوروا بها على أساس أن هذا مكسب وأنها واحد الملك الجميع ولازم نقوموا بواحد المجهود. هذه اللغة يمكن ما توصلش في جميع الأحيان سي رشيد. بطبيعة الحال الساكنة هي مغلوبة على أمرها في الحقيقة لأن ما ننسوش بأن هذه المدن العتيقة راه تدر دخلا على الخزينة الوطنية السياح كيقصدوها هي بالاساس. نعم. فلهذا بالاضافه الى التلوث البصري هناك تلوثات من انواع اخرى فيجب احداث واحد المركز امني في جميع المدن العتيقه اللي كيسهر على الامن ديالها لان كيجيو السياح سواء من داخل الوطن ولا من خارج الوطن كيعجبهم يجلسوا في مقاهي المدن العتيقه يتساروا في المتاجر ديال المدن العتيقه سواء في الصباح الباكر في الزوال او في الليل في اخر ساعات الليل. وبهذا خصها واحد الامن خاص ومكثف. وبالاضافه الى هذا اذا كانت هي كتلقى بان السلطات المعنيه كتحافظ لها على الرونق المدينه ديالها على النظافه ديالها على العمران ديالها بقوانينه كنظن غادي تكون محظوظه.
فلهذا هي لا تحتاج. وخا كاين شي وحدين كيعملوا جمعيات ديالهم بالحي في داخل المدينة العتيقة فلا حول ولا قوة لهم في ذلك وفي حماية ذلك. يجب هي مسؤولية سياحية ثقافية أمنية. أعتقد أن المسؤولين المعنيين مباشرة خصهم يأخذوا بيد هاد الساكنة هادو ويعاونوهم في حياة اللي هما كيعيشوها سواء في التجارة ديالهم أو في السكن ديالهم المعيش ديالهم اليومي. نذكر المستمعين الكرام رقمنا هو 0539333333 رقم مباشر. الحديث مستمر مستمعينا الكرام على المدن العتيقة والحالية في الوضعية اللي هي فيها، هل هي مرضية بالنسبة للجميع؟ هل هي مستفزة للبعض؟ هل هي فعلا خصها نقاش ولا خصها نمشي مباشرة للفعل لأن الوضع لا يحتمل، خصوصا أننا عندنا مؤهلات كبيرة اللي ممكن فعلا تكون هذه المدن العتيقة واحد البوابة كبيرة للسياحة فيما هو مادي. وحنا كنتكلموا على الماركتينغ في السياحة وفي سي أم حجور، هاد المدن العتيقة بهاد الوضعية ميمكنش نستغلوها في هاد الاتجاه أنها ناخدوا منها أو تعطينا السائح والثقافتنا والذوقنا الشيء الكثير. يعني نخليك تفضل. لا أنا وجهت انتقاد وملاحظات على واحد المشهد بعينه بكل تركيز، مثلا سطوح حاليا يمكن كنا نمر حوايج اخرى، ولكن ما نكروش ان مثلا في العديد من المدن حاليا الولايات والعملات والجماعات ووزاره معيه وزاره الثقافه وبعض المعنيين كذلك بهذه الشراكات هذه وبهذه الانجازات، هذا على قدم وساق في اصلاح المدن العتيقه وتهيئتها. نشوفوا شنو كاين في المدينه العتيقه بالرباط، راه ولات هذا يعني مدينة جميلة جدا والعمل هذا مستمر فيها ولسنوات. نشوفوا في فاس، نشوفوا في طنجة كذلك، وفي مكناس الوالي مع وزارة الثقافة مع الجماعة مع الشركاء خايدين على قدم وساق كذلك في تهيئات وإحداث مشاريع كذلك في طنجة. هناك متاحف، هناك منجزات اللي هي هذا غادي تشوف النور عما قريب. ولكن هذا ما كيعنيش أننا ما نعملوش الانتقادات ديالنا وما نوجهوش الملاحظات ديالنا باش نغنيو هذاك العمل. هذا هو الهدف من هذا الشيء. ما نبقوش نقولوا دائما كاين نهضروا ذاك اللغة المسؤولين، شكون المسؤول، كاين هذا نقط سوداء ويكون ذاك الخطاب يعني سيلفي إلى حد. لا، حنايا بالملاحظات والانتقادات ديالنا كنساهموا إلى جانب ما ينجز حاليا، وهناك إنجازات هذا مهمة تنفذ حاليا في عدة مدن عتيقة، وأكيد أنها مستقبلا غادي تشوف النور الإنجازات ديالها وغادي تكون بالفعل محطات أساسية للسياحة المغربية وغادي تكون عندها مردودية ديالها. لهذا نساعدوا المواطنين الساكنين تما والقائمين على التجارة ديالهم. هذا هو الأساسي سي راشد محجور، هذا هو الأساسي أنه حتى لابغيت تتكلموا نعاودوا نتكرروا في هذه النقطة، لأنه ناس وأنت كتكلم وأنا كنتفكر أو كنتخيل المبنى المحادي لفندق الشجرة مثلا في طنجة اللي هو فيه واحد المجال جميل جدا للدرازة اللي هي صناعة وصنعة حرفة ما بقاتش يعني بشكل كبير. إلا دخلتي ليه يعني مخيف وتقدر تطيح في أي مكان، تقدر كاين مشاكل بزاف. ما نسوش أستاذة صوفيا، نعم. هو أنه الصناعات التقليدية تضررت مع الوقت، وحاليا احنا كنعيشوا جائحة كورونا وشحال من مهنة تقليدية انقرضت وتوقفت بتاتا، وكاين الناس اللي باقي ما خدامينش وكاين الناس اللي يدلوا خدمتهم. فمهن بحال هذه خصها واحد الدعم من الصناعة التقليدية، من السياحة، من الثقافة، من الجماعات، من المجالس الإقليمية، من المجالس الجهوية، من الولاية. إلا كانت هاد الشراكات كل شيء كيسهل. هذا هو باش فيتينا في الغرب، وأنه كيجتمعوا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة شركاء وكيوقفوا إما معلمة وإما صناعة وإما تجارة وإما إلى آخره. أما إلا بقينا غير واحد القطاع واحد بحال اللي كنشوفوا حاليا في الثقافة، هي معنية بوحدها بالدعم ولا هي معنية بوحدها بالتنشيط؟ فلا،
الثقافة والصناعة التقليدية والسياحة هي مسؤولية الجميع، خاص الشركاء فيها لإنعاش الحياة الاقتصادية والتجارية، فهذا ربط علاقات كذلك وإنعاش صورة هذا البلد في الخارج. هذه كلها مرتبطة ببعضه، راه ما يمكنش الناس يجون المغرب إلا ما كانتش هذا الشيء كينتقل. خاص واحد الدبلوماسية ثقافية اللي كتخرج من المغرب وكتجول كذلك عبر القنصليات والسفارات، كتعرف من خلال معارض المدن العتيقة، معارض الفنون المغربية التراثية وغيرها. نعم. هذا ما كاينش، خصنا نعملوه، خصنا نقترحوه. غادي ناخذ اتصال سي رشيد ونرجعوا لك. الو، مرحبا. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. معك حامد ولو طنطنجة. تفضل. كيسير اختي صبي، لاباس عليك بخير. الله يجازيك بخير، تفضل. بغيت واحد السؤال سي محجوه. نعم. حنا كنعرفوا بان مدينه قديمه يعني ماشي بمستوى واحد، حنا هنا مدينه قديمه في مدينه طنجه. الاغلبيه ديالها يعني جات غارقه، ماشي يعني جات حاميه. نعم. يعني ماشي مستوى واحد، كاين مواطع حالي كاين مواطع عالي، يعني هادو الشمر على قضية السطوح، يعني مين غادي يتبان ديك المنظر هذا، مين غايشوفو حنايا؟ ما فهمناش السؤال ديالك. إلا كان ممكن تطور الفكرة الله يخليك. أنا نكمل لك الفكرة أختي صوفيا، قلت له نعم. هو كيركز معنا منظر جمالي ديال السطوح في المدينة العتيقة. أها. حنا كنعرفوا المدينة العتيقة هذه في مدينة طنجة، شكرا لك. ماشي يعني في مستوى واحد، يعني كاين بلايص غارقين كاين بلايص عاديين. يعني كيفاش غادي يكون ديك يعني المنظر ديال السطوح غيكون متناسق وما يعني ماشي مستوى واحد. انت كتكلم غير على التناسق في علاقته بالمنظر العام. شكرا مستمعنا الكريم. شكرا. تفضل سي رشيد. بطبيعه الحال هو اي منظر كان على سهل هذا بنيان على سهل او لا على هضبه او جبل، هو عنده المواقع للمشاهدة للمناظر ديالو. راه ما يمكنلكش تحول المدينة العتيقة لنوينش أو ليلة جيتي مصور المعكازين ومن قبلات أخرى ومن عمارات وفنادق المدينة أو الكورنيش وما الوضطة إلى آخره، راه كتشوف المدينة العتيقة، كتشوف المدينة العتيقة والمناظر العتيقة. دخلتي حتى المرسى كتشوف المدينة العتيقة من الجهة من ذاك الجهات، مشيتي في برقالة كتشوف الإطلالة المدينة العتيقة عليك. هادشي هذا كله خصو يعرف جمالية وخصو كله يتحسن، وكنظن واحد العمل بدا، ولكن كاين بعض المواقع اللي ما كنظنش ردوا لهم بال وما هادو اللي كنشيروا لهم حنايا، وهما مناظر جميلة وجميلة جدا. من هاد المرتفعات من اللي كنصوروا الكورنيش هما كيصوروه الاخوان وكينشروا الصور وكيعملوا اشهار مشكورين لمدينه طنجه، الكورنيش سيارات بنادم شنو سميتو المارينا، وكيبان لنا بان طنجه عرفت تحول بطبيعه الحال وتحول سريع وجميل. اذا لنساهم جميعا من اجل هذا المزيد من هذا الجمال لهذه المدينه، ومن اجل تسهيل الماموريه على المعنيين بهذا المسؤولين والمعنيين بهذا العمل هذا، وكذلك من اجل كما كيتقال وكيتقام في العمل كامل من اجل تحسين النقط اللي هي باقيه بعيده عليهم. نعم. اسم حجور البارابولات هي من النقط اللي مثيرة ماشي فقط في المدن العتيقة ولكن حتى في المدن العشوائية كذلك، حتى في العمارات، حتى يعني هاد المسألة كيفاش ممكن نعلقوا عليها؟ شنو واش الخطأ في البارابول، الخطأ في الطريقة، الخطأ فين كاين؟ لأنه فعلا وشفنا كليشيهات في دول أخرى أنهم كيبينوا بصح المغرب على أساس أنه وادي نخليو النسبة في كلام ديالنا أنه على المستوى الجمالي فيه نقاش وكياخذوا كصوره او كدليل هاد الاسطح اللي كاينه في مختلف هي صوره طبعا الحال. نعم. كما كنقولوا هذا في المدينه العتيقه هي كاينه في العمارات وكاين حتى في المدينه الجديده كاين، هي صوره مشوهه. نعم. هي صوره مشوهه وحنا ذكرنا على المدينه العتيقه، ولكن يمكننا نذكروا على الساحات العموميه على الازقه الى اخره، كنشوفوا البارابولات وكنشوفوا حتى هذوك اللوحات الاعلانات الكبيره اللي كتغطي على شارع باكمله، على معلمه تاريخيه باكملها. اذا
هاد المش هاد البارابولات او لا هاد السطوح المشوهة اللي بنيت مع الزمن بطريقة عشوائية الى اخره، كاين في بعض المدن اللي كما قلت كيخفيوها كيكاموفليوها بالصباغة بعدة هذا الوان حية كتعطي كل صور لون وكترجع هي بحال واحد اللوحة فنية، كيكون غير كاموفلاج وصافي ما كيكونش بالفعل، وخا هو كيعطي منظر جميل وكيقترحوه على هذا الإخوان حاليا، ولكن ماشي هو الحل. الحل هو بالفعل مع المهندسين ومع الفنانة وتوحيد بعض الأسوار، وإلا كانوا غيبقوا بارابولات يبقاو بداك الوقت ان الفنانة والمهندسين يمكن لهم يعطيو اقتراحات، يمكن لك تجمع شجرة من البارابولات. هذا واحد العلو اللي كيجمع مثلا بحال واحد النخلة ولا واحد شجرة صنوبر بعدة بارابولات وكيعطيو لها الوان. كاين حلول كثيرة كيجيو بحال منحوتة او بحال انستالاسيون منشأة، كاين هذا العديد. ولكن كذلك ما ننسوش بان التقدم الرقمي كيلغي البارابول حاليا، كاين الكابل وكاين الواي فاي ونقدروا نشوفوا بالواي فاي تلفزيون بلا بارابول اكيد، وهذا خاص فيه قرارات الادارات المعنيه، ما يمكنش يبقاو متخلفين على هذا التطور هذا ويخليوا التشوهات العمارة، لأن البارابول معناه هو حفر في أسوار، أسوار كتعمر بالماء كيولي البرودة هذا الهيوميديتي داخلة في الأسوار إلى آخره، بالإضافة إلى التشوه. كذلك كاين هذا مثلا في اللي كنعيشوه في هذا في الشمال هو صباغة الجدران بهذاك الصباغة الحمراء من البرودة كيقولوا لها هذا الدلتا، هذه صباغة إيطالية ضد البرودة وضد تسرب المياه إلى داخل المنازل. أنا كتبت في الوقت فاش كان رئيس الجامعة الدرهم وكانت السيد الوالي حالات، كتبت لهم بجوج رسالة كنقول لهم هذا كنقول لهم كاين الدلتا فيها الحمراء وهي لا تناسبنا وفيها البيضاء وهي تناسبنا، عندهم نفس الواقع على الحيوط. هاد المشكلة السي رشيد غادي نشير ليه يعني حتى أنا بطرف بشكلي هو خاص، أنه ترتكب خطأ فادح في المدن المغربية أن كلها مشات في الملحد مراكش. لا دابا هذا ماشي هذا ملح مراكش، ولكن مش هذا الحق مراكش، هذا صباغة ولات في فم المواطنين. أنا خاصني الصباغة الحمراء اللي ضد البرودة، كيعطيو لهم الصباغة الحمراء وهي عندها خطة بيضاء بيضة خطة، نفس المواصفات كتقوم بنفس العمل، هي بيضة يمكن الحمراء تناسب مراكش ولكن البيضة تناسب المدن تماما. هذا هو اللي اشترت لي سي رشيد، انه كاين مدن اخرى ما عندها علاقة بهذا اللون، يعني اللون راه في حينه ولكن تو حنا نسمعها للاسف الشديد. هذه المسألة ديال المياه وكنعرفوا ان في المدن القديمة من كتعق قد الامور فصل الشتاء كتصبح اكثر 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 محنه للساكنه ولا الناس اللي ممكن يمشيو يزوروها. على مستوى البنيه التحتيه سي رشيد شنو كيبان لك؟ نقدروا نتكلموا على الشمس نعم لونتروتيان كو ساسوا هذا لونتروتيان، يعني الاصلاحات سواء كانت بالنسبه للخواص او بالنسبه للدوله. اذا كانت الاصلاحات كتعمل في حينها وبكيفيه متواصله ما كيوقعش. الا عندك انت دار حالي ومنك للسطح، انا في كل سنه كنعمل الواجب ما دخلاش عليا البروده، ولكن الا خليتها واحد 3 سنين 4 سنين غادي تصفر الامور وغتشق الامور وغيدخل الماء. كذلك باي اصلاح الا كانت المجاريد المياه كتنقى قبل فصل الشتاء في جميع المجاري ما غادي يكونش داكشي اللي كنشوفه. الا بقينا كنخليو حتى كطيح الشتا الاولى والثانيه والثالثه ويدوز في الشتاء وحنايا ما درنا حتى خدمه، بيان سو غادي توقع الفيضانات. هذا ملي كتوقع الفيضانات داكشي اللي كيكون، ولا ملي كطيح منازل داكشي اللي كيكون. والاصلاح ما سمي بالاصلاح الا لتنفيذه. نعم الإضاءة هي واحد الإجراء ولا واحد التصرف ولا واحد المجهود جمالي اللي يقدر ما يكلفناش الكثير ولكن يقدر يبدل وجه المدن العتيقة. شنو رأيك سي رشيد؟ الإضاءة نعم إضاءة، هناك دراسات هندسية للإضاءة، غير حنا باقي ما كنعترفوش بجميع الهندسات كما ما كنعترفوش وكنلغيو
وكان نركزوا على الهندسه الثقافيه وكل شيء ولا كيفهم في الهندسه الثقافيه في العمل الثقافي. كذلك في الاناره كيسحبوا الناس غير عمل بوله ولا قلب على شي شكل تيم صباح وشعل الضوء. لا، الاناره تدرس، الاناره تدرس من حيث هذا الاضاءه الطبيعيه العامه بعدك، سواء هذا سواء مساء او ليلا او هذا في منتصف الليل وفيما بعده وصولا الى الفجر. هذا الشيء هذا كله خصو يتدرس في التفاصيل ديالو الدقيقه باش نحطو بالفعل واحد الاناره. شوف مثلا الى خدينا المرقله، نعم، ومشي المرقله ما بعد هذا ملي كيبدا يطيح الليل، ومشي المرقله في منتصف الليل وانت غادي حتى الفجر، وشوف شنو الاناره اللي كتجي غير عبر المتوسط وعبر الاطلسي، وشوف بعيدا في الاطلسي وشوف الاناره كيفاش جايه. علاش الناس كتعجبهم سينمائيا كتعجبهم طنجه للتصوير، وخاصه في هذه الاوقات هذه اما مع الغروب ولا في الفجر، لان هناك اناره خاصه. هذه الاناره خاصه الا كان الناس مهندسين بالعمران غادي يدرسوها حتى هما وحادي حطوا الاناره في ذاك المنطقه هذيك، غادي يكون عندنا واحد الجماليه على ما سيكون في الحافه وغير الحافه من اجمل ما يكون. كذلك في المدن العتيقه اناره تسلط على الاسوار التاريخيه، الاسوار والمعالم التاريخيه، هذه عندها واقع خاص، لان اللون اللي كيعطي هاد كتعطي هاد الاسوار وهاد العمران هو هذا غادي يتم التنسيق ديالو مع اللون اللي غادي تعطي هاد المصابيح، المنازل البيضاء او الصفراء. كذلك كل يعني نص عمراني الى جاز التعبير، كل جزء عمراني الا وعنده خصوصيه ديالو، وكينسق مع الاناره مع الاضاءه باش كيعطي شي واحد الشكل، واحد الشكل. والا لما كان اننا نعملوا نفس الاناره اللي كنعملوا في الطرق واخا خاويه نعملوها في المدينه العتيقه وفي المدن، لا، يجب دراسه ذلك، ويجب عود صناعة مصابيح مغربية بأشكال مغربية وبأذواق مغربية، والمصابيح عود كذلك اللي تكون ماشي مكلفة ولكن عندها واحد الدرجة ديال هذا الوقع، وكتعطي كتضيف للمنظر حقها، لأنه هو إخراج في نهاية المطاف. كما كنقولوا حنايا عندنا نص وعندنا ممثلين وعندنا سينوغرافيا ديكور وملابس إلى آخره، وكتجي لي زيفي سبيسيو عبر هذا والإنارة والأصوات والموسيقى باش تكمل. كذلك هي الحياة في مدينة عتيقة أو مدينة جديدة هي إخراج فضاء في فضاءات فيها الممثلين ديالها هما اللي هما البشر اللي كيدوزوا هما اللي كيعيشوا، والحياة اليومية اللي كتعاش هي داك اللوحة الفنية أو المشهد الفني اللي كنقدموه احتراما لكل تخصص تخصص، وليس تسلطا على التخصصات. نعم، سنشد هذا النقاش وهذه الحلقة اليوم، ممكن يعتبرها البعض طرف ثقافي أو فكري أو واحد الناس كيتكلموا في واحد الموضوع ما كيهمش الجميع، وبالتالي ماشي كل كيعترف أو كيخلي الوقت باش ياخذ هذه النتيجة أو هذا الحكم اللي هو كاين أو اللي قلتيه من خلال وضعيات أو حال بعض المدن العتيقة، واللي هي الوسخ البصري. ماشي كل شيء غادي يعترف به، يمكن لأنه ما كيشوفوش أصلا، كيبان عادي، ما كياخدش منه وقت باش يتناقش او باش يفهم او باش يغير. لا، بطبيعة الحال هذا دوركم انتم الصحافة، سواء المسموعة او المرئية او المكتوبة، هي انها ترفع من ذوق المجتمع. هذه واحد. ثانيا، مسؤوليات القطاعات الحكومية المعنية كوزارة الثقافة والسياحة والتعليم الى اخره، خصهم يرفعوا من ذوق المجتمع كذلك، ويعرفوا لهم بقيمة واهمية الممارسات الفنية والمناظر الفنية والى اخره. طبيعة الحال ان المواطن العادي هو تركيزه كله على خبزه اليومي وعلى اولاده الى اخره، ولكن هو ما غيفكرلكش بان السياحه هذا الى بذلتي واحد المجهود ثقافي وفني وعمراني وفي النظافه وفي الامن، هذاك الشيء غادي يرجع لك بالنفع من خلال واحد السياحه مهمه داخليه وخارجيه. ما غادي يعرفش بان كاين واحد الجمهور اللي هو كيعجبو ذواق وكيعجبو داك الشيء وغادي يستثمر فيه. هذا هو عمل مهم ومهم جدا، وعلى الدوله
باش تمشي فيه من خلال كما قلت القطاعات الحكومية المعنية، من خلال المنتخبين في جميع المدن وجميع القرى، يعرفون الناس شنو أهمية الثقافة والفنون وشنو أهمية المردودية السياحية على البلد، لأن الناس ما كيشوفوش هادشي، ما كيشوفوش هادشي، كيشوفو مول البازار وحديتو اللي كيخدم مع السياح، كيشوفو مول المطعم ومول لوطيل وحديتو اللي كيخدم مع السياح، ما كيشوفوش الخدمات السياحية شحال هي والخدمات الثقافية والفنية شحال هي. الناس ما بقي ما كيعرفوش هادشي. طبيعة الحال غيقولوا لك الناس الدعم كتعطيه أيا كان، دعم وزارة الثقافة، رغم ما كيعرفوش بأن كاين قوانين وكاين ضرائب على الفنان، وهذا ضرائب اللي هي كتراوح بين 10% و40%، راه شوف شحال عالية. ما كيعرفوش بأن هذيك الثقافة والفنون هي كتطور الذوق في المجتمع، هي كتخلق واحد الأمن الاجتماعي، هي كتخلي الناس يفكروا مزيان ويكون ويخلق واحد السلم الاجتماعي كذلك. هادشي هذا كله راه خصو يفكر فيه، وخاص يدوز في برامج في التلفزيون، وخاص السي رشيد يكون في برامج انتخابية. احنا مقبلين على طبيعة الحال هاد النقاشات ما مطروحاش نهائيا، ما مطروحاش نهائيا حزبيا ولا المنتخبين ما بقوش كيفكروا في الثقافة والفنون نهائيا، وكأن ذلك لا وقع له لا على السلم الاجتماعي ولا على السياحة ولا على التعليم ولا على الحياة ديالنا برمتها. ولينا كنعيشوا هذا خوف كورونا وخوف هذا من بعدنا، لان ما كيناش كيفاش غنتواصلوا، كيتواصلوا الناس في الكلام ديالهم على الثقافه والفنون في المنافسات ديالهم الشريفه والحضاريه، هذا هو اللي كيخلق. نشوفوا التلفزات الاخرين كيما شنو البرامج الثقافيه والفنيه عامله وشنو النقاشات الحضاريه اللي كاينه الى اخره، كاين امثله يجب ان نستفيد منها. طيب ممكن ما نتكلموش احكام القيمه، ولكن واش ممكن نقولوا احنا وطن ولا بلد ولا مواطنين، ولا نختاروا التسميه اللي كتريحنا؟ عندنا اولويات، عندنا اولويات هي كيف ما قلتي نأمن بيت، نأمن مستقبل دراسي للابناء، نأمن هذه الامور، ما كان يعني ما كنشوفوش امور اخرى من هذا الطين، يعني حتى بالنسبه للثقافه الفنون ما هو جمالي بحال الناس معين هما اللي عندهم الحق يتكلموا فيه او هما اللي كيشتغلوا فيه يعني بشكل هو ضيق، يعني ما كيف ما قلتي ما كنتكلموش على التلفازه اللي هي مسؤوله او كتشتغل على اساس ترسيخ كل ما هو جميل وكل ما هو جمالي عند المواطن وكل ما هو ثقافي، ما نتكلموش على برامج حزبيه اللي كتاخذ بعين الاعتبار هذا الواقع وتحاول انها تغيره في اتجاه اللي هو صحيح، ما كنتكلموش على جماعات اللي فعلا كيف ما غتاخذ امور يعني بجديه الكامله تاخذ حتى هذا ما هو جمالي ثقافي فني تاخذه يعني بالجديه اللازمه. المعطيات كلها ما ماشيش في اتجاه هذا النقاش اللي كنتكلموا فيه سي رشيد. طبيعه الحال ملي كنقولوا الوطن المواطنين والمواطنات ولاتي يجب احترامه وتنفيذه، وبالخصوص برامج خاصة تكون عند الأحزاب في هاد المواضيع هذا الثلاثي هذا سنويا من خلال جميع القطاعات هذا اللي كتعني التنمية البشرية للمواطنين، وإلا فما كاينش حياة سياسية، وهذا اللي كيبالنا بأننا لا نعتني لا بالوطن لا بالمواطنين ولا بالمواطنة. أنا كنحضر واحد المثال عشناه سنين دازت مع بعض الأحزاب الغربية، كانوا كيعملوا بالإضافة للأنشطة ديالهم السنوية، وكانت أنشطة هذا مكثفة ماشي ولو في جميع المجالات الرياضية الثقافية الفنية إلى آخره، ولكن كانوا كيتصدروا بعض الدفاتر يعني كيبيعوها للمواطنين بدرهم مقابل درهم، شاتشي في إسبانيا وشاتشي في فرنسا وغيرها، كيخرجوا دفاتر في الفنون، دفاتر في الصحة، دفاتر في التعليم، دفاتر في الصناعات التقليدية، دفاتر في البريكولاج، هذا في الإصلاحات، كيعلموا المواطن كل المسائل اللي كتعني في تعني في الحياة ديالو اليومية، باش كينميو هاد البشر، باش كيساعدوه باش يفهم الحياة ديالو باش يعيشها ويتمتع بها، وحتى باش يلقى طرد الخبز ديالو من خلال دفاتر بدرهم. ان فرون فرونسي كانت على ليبوك هذا في فرنسا، كانوا كيعملوها احزاب، ما كانوش كيعملوها ماشي الدولة، وكانوا كيتعلموا حتى الميكانيك
الميكانيك ها هما اللي كيعرفوا هذا الامر هذا وكيعيش الميكانيك. كانت دفاتر كتخرج من عند هذا من خلال هذه الاحزاب عبر النقابات ديالها في بعض المصانع السيارات. السياره اللي كتخرج كينشروا الكتاب ديال هذا الميكانيك، معناه ميكانيكي قاري غير عامين ديال الميكانيك، ملي كياخذ داك الدفتر كيعرف يصلح هذا الكتيب، كيعرف يصلح السياره اللي خرجت في هذيك السنه او السيارات. هاد الامور هادي ما كاين حتى مجهود ولا حتى ولو حتى في الامور اللي كتعني المواطن وكتقهره في الحياه ديالو اليوميه كالصحه والاصلاحات اليوميه في المنازل، خصو يمشي يخلص داك الضرائب هذا كل مره شحال الى اخره. كاين مسائل بسيطه جدا كتمر غير من خلال عوده التجار، كتخد الامور غير من خلال لي سوبر مارشي كيعطي لك هذا بروشور مطويه مع شي حاجه شريتيها، كيفاش كتركب، كيفاش هذا كتخدم، كيفاش كتصلح الى اخره. حنا هذه المساهمات اللي ممكن نصنفوها الى جانب نقط المواطنه اللي خصها تكون في ممارسات المواطنه ما كايناش وكاين واحد الشرخ حاليا بين المواطنين والاحزاب وبين المواطنين والجماعات والهيئات الانتخابيه، وهذا ماشي في صالح البلد. وهذا الشيء كامل سي رشيد، يعني لو كان مجهودات كيف ما قلتي نقتبسوا ما فيها باس نستافدوا تجارب اخرى، ولكن كيف ما قلتي باش ما نطبعوش مع القبح، ما نطبعوش مع الفشل، ما نطبعوش هذه كلها امور، لان حتى الناس مثلا اللي غادي تمشي مدينه العتيقه وغادي تشوف واحد المنظر مستفز ما يمكنش تقبله. هي ماشي مساله امكانيات بقدر ما هي مساله تكوين، مساله استفادة. نعم توزع دابا حاليا حتى هذا حنا كنشوفوها في القوانين، راه شحال من قوانين تنسخ عن قوانين دول اخرى يضاف فيها او يبتر فيها او ينقص فيها، ماشي مشكل. كذلك في الفنون من دائما، ماشي اللي كيجي هو فنان عبقري جاب لنا الجديد، او اللي كتب لنا شي دكتوره شي هذا شي باحث عبقري جاب لنا الجديد. هذو العقول كتكمل بعضها، العقول كتنحت من كتقتبس من بعضها. اذا الى جبنا مجموعه من الامور اللي احنا في الحاجه فيها كتنميه حياتنا ومسخناها وزدنا فيها ولا نقصنا فيها ولا اقتبسناها منها وطوعناها من الحياه ديالنا الخاصه، ما فيها حتى مشكل. بالعكس هو ربح الوقت، ماشي اللي غادي هذا كاين هاد العقاد عند شي بعض وفي بعض المجالات. نعم. وانه واخا هو كينسخ هو كيدعي بحال انه شر الله، يلا هو غادي يبدا الاول في الحياه البشريه في شي مجال من المجالات، ما كايناش هذه، ما كايناش. كاين غير النسخ والاستفاده والتعاون، وعلى داكشي اللي الدول اللي فاهمه وغاديه كتجري هي كتخلق شراكات وكتعاون وتفاهم بواحد الشكل سريع وكتطور بعضيتها كجيران ولا كدول شقيقه وصديقه، وكتشوف بطبيعه الحال الاهميه ديال التعاون هذا. توأمة المدن كانت ماشي في هذا الاتجاه السي محجور، كانت فعلا عطات واحد الفعاليه كيف ما قلتي، واحد الاقتباس، واحد المنافسه شريفه. الان التوأمة سوريا اكثر من انها فعلا تخلي مدن عتيقه تاخذ يعني من مدن اخرى في بلدان اخرى باش تكون يعني في الواجهه وفعلا تستفد من التجربه ديالها. فنتمنوا ان الامور تمشي في الاتجاه اللي كنتكلموا فيه، انه هذه المدن العتيقه راهي مسؤوليه ديالنا كاملين بدون استثناء، وانه ما بغيناش وحنا رافضين أن نطبعوا مع القبح مع كل ما هو لا يرقى بذوق وبذائقة المواطن المغربي. فشكرا جزيلا دكتور رشيد أمحجور، أستاذ باحث ومخرج مسرحي ناهيك على الصفة الرسمية اللي عندك، رئيس قصر الثقافة والفنون. شكرا ضيفي الكريم. شكرا. تحياتي لكل أوفياء برنامج مجتمعنا، نلتقي غدا بألف خير.